and the truth. Shui Shui, Mama. Papa Hoodie, I miss you. Me too. How are you? I'm fine, good. Mama, حبيبتي, دشوا داخل لا تأخرون. يلا حبيبي, bye bye. هاي, أنا نوف, زوجة فيصل الجديدة. إيه هلا, شلونك؟ الحمد لله بخير. بزي؟ لا, ما عندي شيء. زين, عادي نقعد نشرب كوفي مع بعض؟ إيه, أكيد. أنا هذه سيارتي, تلحقيني؟ وين اللوكيشن؟ الكوفي شوب اللي ورا المدرسة بشارعين. إيه عرفته. يلا أنا أروح قبل شنطرك, أوكي؟ باي. يا النصاب, لعب على مرتك, تقول إنك مدير, وآخر شيء خدمة عملاء, تبي نعلمها؟ شفت شلون؟ يخدم الناس مسوي روحه مدير. قلت ليش مو ريال؟ اسكت لا أمسح فيك القاعة دي. اسمع, تراك بموقع ما يخليك تنفس علينا حتى. انت الحين مو اوكي مع ابوي, انا شكو. تبينا نطلعك منها؟ زينا اللي نبي. شو تبوني اسوي؟ ناصر. يعني اذا في شيء بينك وبين فيصل سهى قولي لي عادي, لا تخشين علي. اكيد في. بين فهود ولدي. ليش تسألي؟ الصراحة قبل الزواج فيصل كان شيء, وبعد الزواج صار شيء ثاني, وعقب ما رديته من السفر قام يتصرف معي بطريقة غريبة. ما أدري, يمكن أنا بس موسوسة شوي مثل ما يقول لي. أنت تحبينه وايد. الله يخليكم حق بعض. لا تحاتي, ماكو شيء بيننا بس ولدي. الحمد لله ريحتيني والله. ثانك يو سهى. بس سوري, انا لازم ارجع البيت الحين لان يبي لي وقت على ما ذهب الغداء, فان شاء الله اشوفك مره ثانيه. نوف, دير بالك على نفسك. سوري بس النبره ما تطمن. ماكو شيء, بس دير بالك على نفسك. ايش قصدك سهى تحكي؟ هذا شنو؟ فيصل مرة كان معصب وطقني ودزني, طحت على المزهرية. فيصل يعاني من عقدة نفسية, مرة تشوفينه جبان شخصية مهزوزة, ومرة تشوفينه يعصب ويكسر ويقط كلام ما يثمنه. فيصل؟ اي نعم, فيصل. أنا شلت منه كل الأدوات الحادة, حتى المزهريات اللي بالبيت شلتهم. على العموم أنا عندي موعد لازم أمشي. إذا تبين شيء أخذ رقم فيصل.